اللقاء الذي نحيي فيه معا بفخر واعتزاز ذكرى اليوم الوطني للشهيد الذي اعطاه هذه السنه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون مشكورا وكما عهدناه. الذي اعطاه سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون مشكورا وكما عهدناه دائما عنايه خاصه في هذا اليوم الوطني الذي سيحيي الشعب الجزائري ذكراه 35. ما يشرفني ان اعبر عن مدى ايماننا وكبير تقديرنا للسيد رئيس الجمهوريه اعتزازا بحرصه الدائم على الوفاء بالعهد الجديد الطاهر التحريريه من خلال سياده مكانه المجاهد والشهيد المدرسه الجزائريه للتاريخ والحافظ على الذاكره الوطنيه والسعي له لترجمه مضامين بيان اول نوفمبر الى انجازات ملموسه تضمن شروط الحياه الكريمه